ستارز عندنا ضيفة مميزة وهي نجمة نيكول سابا المتواجدة حاليا في الرياض لحضور فعاليات معرض أنا عربية. رحب فيك نيكول، مبسوطة أن أنت معنا اليوم، نورت الرياض. يا صباح الخير، أنا مبسوطة أكثر. أول شيء أنت مش أول زيارة ليكي، جيتي طبعا من أول، كان عندك مسرحية في موسم الرياض وكان ليكي زيارات قبل. طبعا كان. كيف شفت الرياض وكيف شفتي جمهور الرياض؟ يعني ما شاء الله، أول شيء يعني عم بتعيش هيك حالة رهيبة، حالة نشاط على مستوى الغناء والحفلات ومستوى المسرح. بعيد الفطر كان عند المسرحية الليلة. كيف شفت الجمهور؟ رهيب، متفاعل جدا وما شاء الله حافظ الإفيهات كلها. طبعا هي مسرحية مصرية فكل الإفيهات حافظينها، ولا يعني أدرينالين. في كثير ناس بيكونوا خايفين إنه الجمهور السعودي ما يفهم الإفيهات المصرية، بس لا، احنا لا يعني طلع متابع من الدرجة الأولى لكل الأعمال، سواء للسينما أو للدراما، فهذا الشيء أكيد كنا خايفين وعتلنين هم، بس بيريحك بكل بثانية. طيب نيكول، كيف شفتي معرض أنا عربية وكيف شفتي الأماكن للجهات المشاركة؟ بصي، معرض راقي جدا، دافي، يعني مجرد ما دخلت بتحس it's very warm. في دفء واستندات من مختلف البلدان، يعني من لبنان، من الأردن، من الإمارات، فهذا الشيء كتير حلو. هذا الاندماج المختلف كتير حلو. أتليست أي ست بتروح بتدلع نفسها ما بتفل إلا محملة، قلت لهم بالأكياس وأشياء حلوة جدا، فجدا بيجنن. بشكرهم أول شيء على الانفيتيشن، وإن شاء الله كل سنة بنكون موجودين مع بعض. هذه النسخة الثانية أو الثالثة، صح لو مش غلطانة؟ صراحة دائما بيبدعوا معرض أنا عربية. فزيعين. طيب حنشوفك في رمضان هذه السنة؟ والله إن شاء الله يا رب رمضان أو خير رمضان. يعني بس في شغلة عم بقراها، في عمل مصري ما رح كتير فوت تفاصيله، بس يعني لأنه هلأ أنا من النوع اللي بمضي بحكي. بس إن شاء الله إذا تم النصيب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وإذا لقى في مشروع كمان لعشرة 15 حلقة. بس هلأ رمضان حلو، بس طبعا تعرفي بطل إنه بس رمضان، صار عندك سوق تاني أكيد على المنصات. لا أكيد في كل مصر. وتبقى حلوة كمان لأن تبقى مختصرة، المشاهد ما بيمل، بيبقى الإيقاع سريع، صح. فإن شاء الله خير. أكيد اشتقت يعني. لا حتى احنا كلنا اشتغلنا لك اكيد. ليكي انا نشيطه او اكتف اكثر اذا بدك هالفتره، صار لي بجو الغناء اكثر بالحفلات والنشاط الغنائي، سواء من الاعراس او حفلات شركات اي ايفنتس. عم بشتغل على كميه اغاني مش اغنيه واحده، بس تعرفي يمكن لانه واحد بده يسمع شيء عن جد قريب حلو منه. بس عم بلقط كم شغله. بس في شيء بتحبيه اكثر نيكول من الثاني، التمثيل ولا الغناء ولا لا؟ ولا ليكي انا بلاقي حالي على المسرح، اكتشفت انه أنا الغناء بملك حنكة، إذا بدك حنكة وخبرة أكثر الستيج والتواصل المباشر والإنترتينمنت مع الناس. هيدا التواصل، الكونتاكت المباشر، ما في أحلى منه. يعني أنا يا ريت كان صوتي حلو يا حبيبي كان شاركتكم يا حبيبي. صراحة أنا بحب الغناء وبحب أغانيكي كثير. ثانك يو. بحب إيه، بحب مواضيع الأغاني اختارها بتأني، بتحكي عن دايما عن البنات وعن الومن امباورمنت، وأنا طبعي كده. شوفي كثير ناس بتحب فارس أحلامي وبراحتي كلهم مع بعض. أنا بحب تعرفي إيه؟ شغلني بيك يا شغلني بيك، صح؟ يا كلام تنسى الهوى مجروح أنا ومعك، انت الدواء بعدين معاك، ده هواك غير حالي من قد ايه، وهواك شغل بالي. لا اليوم وانا جاي على الطريق بسمع اغانيكي. طب اسمعي يا نيكول، يعني ما ينفع تكوني معانا ما اسالك، يعني هو سؤال قديم جدا بس لازم نعرف. تفضلي. وجودك في مصر لاي درجه كانت خطوه يعني مميزه في حياتك وسوت بصمه في حياتك انك تكوني قريبه من الانتاج المصري والجمهور المصري؟ اكيد لا، ليكي هيدي علامه او بصمه خلص انا شلتها بالسي في وبتاريخي كله، يعني خلص اسست قاعده كثير مهمه جماهيريه. ليكي مش مهم بس الناس يعرفوا، مهم يحبوك، يكون عندك أكيد. الشعبية يعني من أصغر واحد أو من أي كلاس لأي كلاس تانية بديكيها. فطبعا يعني لما تقول أني كان سبب لك مصر، يعني عندك شعبية أنت دي بتاعتنا، هيدا الشيء بالنسبة لألي أتشيفمنت وإنجاز كتير كبير أنا حققته. وصار سوقي بما فحلو، أنا اليوم لبنانية مؤسسة بمصر، موجودة بالرياض بالمملكة، عم بفتح
شغل، فحلو هيدا الدمج. نحن عرب بالنهاية اللكنة بتتعلميها، مهم أنت يكون عندك النية والقبول عند الناس. صح. الناس هي اللي بتعطيك الباس إنه يا حبيناها دخلت قلبنا يا لا. فهيدا إنجازة بمصر وأعمال اللي عملتها، يعني لما بنرجع لورا من 6 صباح منلاقي اللي عملته بالغناء وبالتمثيل حققت هالجماهيرية الكبيرة، هيدا شيء منه سهل، مش حي لحدا. وكمان نيكول أنت من أول الناس اللي طبعاً. يعني انتشروا في مصر والتجربة الدنماركية والناس يعني كلها عشقتك من أول لحظة. إيش سر يعني استمرارك كل هالمدة وخاصة في مصر، يعني الناس بتموت فيكي؟ ليكي أنا شربت روحهم، بعرف صرت طريقة شغلهم كيف. هذا هون الفنان لازم يكون ذكي، يعرف يتعامل مع كل بلد بصناعه بأسلوبهم حتى يقدر يفوت بسوقهم. بس كنت متوقع هذا النجاح الكبير في مصر من بداياتك؟ طبعا كلمة السر هي الزعيم عادل إمام، هذا باسبور الدخول. بس بالآخر بدك تضلك أنت ذكية وتعرفي تختاري، بيجيك كتير أشياء. الفنان ما بده بس شو بيقولوا ينلطش مثل ما بيقولوا بالعروضات، بدك تعرفي تختاري، تحافظي على اسمك على الإيمج. أنا الحمد لله محافظة على الاسم على الإيمج، بعرف أختار بتأني مع نجوم كبار سواء كتاب سواء مخرجين. تختاري أي إيفنت تروحي، هذا بيضرك هذا بيفيدك. فهون الفنان مش مهم البداية، مهم الاستمرار. بيقولوا الأهم الكواليتي مش الكوانتيتي. yes, أكيد exactly. طب في أحد معين تحب تشتغلي معاه مثلا نيكول، سواء فيلم مسرح أو غيره حتى؟ بالمطلق اي احد حابه تشتغل؟ لا في كثير نجوم. مثلا احد بتحبي تشتغلي معه؟ نجوم مثلا الفنان خالد النبوي ما اجتمعت معه. انا حتى هو يعني زمان ما طلع من زمان، يعني مو كل الفنان خالد النبوي. اياد نصار مثلا من الفنانين اللي كمان ما اشتغلت معهم بحب اتقابل معهم بعمل تقال، يعني بيشتغلوا كثير على الورق ومتقنين جدا ونجوم كبار. صح. ف يعني اذا صار النصيب اكيد بيشرفني. طب بسالك نيكول، مثلا انت ايش اكثر شيء بيشدك في العمل؟ الاخراج او القصه او الكاتب او لا او كل اغنيه مثلا؟ الدور وبالمغنى الكلام. عارفة دايما أنا بحس الكاركتر بالعمل شو الشخصية اللي عم أقدمها. أوكي مهم المخرج ومهم الكاست، بس أنا اليوم هيدا بالسيفي تبعي شو عم أقدم إضافة لإلك. ممكن يقطع مرور الكرام تقولي لي ما لبق لها أو شفت لها شيء عملته قبل. فالدور الورق كتير مهم. حلو التنوع، حلو التغيير، حلو فاجئك بشيء لا بيشبه شكلي خارجا ولا out of expectation. طب بتحبي أكثر يكون دور يعني شبهك أو قريب منك، ولا دور يكون تحدي ليكي؟ لا حلو التحدي ليا، وحلو يكون، لا بفضل يكون تحدي لانه تحدي. انت ممكن تتوقع انه انا هذا الشيء رح تعمله، فبحب فاجئك اعمل شيء مختلف. وانا على طول هيك بختار. ممكن اذا بتشوف الاشياء اللي عملتها متانيه بالاختيار وقليله، بس بتلاقي انه ما في شيء بيبهر الواحد مني. صح. صح. طب احنا في ديسمبر والنيو يير يعني قرب، فين حنشوفك ان شاء الله في راس انا السنة. بالقاهره اول شيء بالكريسماس انا بلبنان. أوكي. عندي حفله يوم 25، وبراس السنه انا بالقاهره مين حيكون معك؟ مع النجم اللي بحبه وبعشقه رغب عليمي. اكيد كلنا بنعشق سوبر ستار. اكيد رح نكون سوا بالدوسة ان الله راد. فان شاء الله بندعي لكل الموجودين يجوا يحتفلوا معنا ونخلص من هالسنه باي ذبذبات سلبيه كانت فيها ونستقبل سنه جديده. يا رب تكون مليانه خير على كل الناس وبركه وصحه. طب لازم نسالك، مين تتوقع حيفوز بكاس العالم؟ بما انه مبارك انا ما بشجع ولا فريق من الاثنين، بس بتعرفي تعلمت شغله من بعد سنين انه صرت بنبسط واي انجوي واتشينج افري ماتش، مثلا كل شيء بالفريق، يعني بالفريق اللي عم بيلعب. امبارح تابعت المباراه، اذا انا مثلا بحب المانيا والبرتغال صرت بستمتع بكل ماتش بلعيبته بشطارته. فلا انبسطت بماتش ارجنتين بلعبهم، انبسطت ب ليتس سي كرواتيا بلعبهم. طب والنهائي مين تتوقع يفوز؟ بس ناخذ منك توقع الارجنتين كم كم؟ صعبه هي كم بس شلنا نوصل للبنالتي والادرينالين فا اي كانت ويت. يعطيك الف عافيه نيكول، وبدي اشكر اكيد هيئه الترفيه، وبدي اشكر كمان معالي المستشار تركي الشيخ، شكرا عن جد على وجوده اليوم بالايفنت ومعكم كمان. نورتينا، وتحياتي لكل اهل المملكه. ويا رب لازم تنورينا دائما نيكول، لازم باذن الله شاركي معنا بكل الفعاليات في السعوديه. في كثير مشاريع هذا بيحصل على قولة المصريين.